بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الأول من الفصل الثاني لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنبدأ نتكلم عن المواضيع الأساسية في الشابتر عندنا. من الموضوعات الأساسية اللي هنتكلم فيها إن شاء الله Software Process Models, Process Activities, Coping with a Change. دي الموضوعات الأساسية في الشابتر رقم 2 أو الفصل الثاني. نبتدي إن شاء الله نتكلم مع بعض دلوقتي عن السوفت وير بروسيس. بنقول ايه يا جماعه؟ بنقول سوفت وير بروسيس يعني ايه؟ يعني العمليه اللي بتتم على السوفت وير علشان تقدر تطلع المنتج بتاعك، تطلع السوفت وير معايا، تقدر تطوره. ايه العمليات اللي بتتم عليه؟ معايا؟ ده المقصود بكده. اذا ممكن نقول بقى ان هي العمليات او الانشطه الهيكليه اللي من خلالها نقدر نطور السوفت وير وايه؟ ايوه، وايه؟ ويتم انشاؤه خطوه خطوه. جميل، يبقى اذا لازم نعرف ايه هي الانشطه دي، مش كده؟ نقول مع بعض كده structured set of activities required to develop a software system. طب ايه هي الخطوات دي؟ ايه هي الاجراءات دي يا جماعه؟ نقول مع بعض عدد من الاجراءات محدده نتكلم فيهم. specification، تحديد المواصفات. اتنين، design and implementation، التصميم والتنفيذ. validation، الاختبار. evaluation، التطوير. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ سبيسيفيكيشن يعني تحديد المواصفات، احدد مواصفات البرنامج، ايه المواصفات الاساسيه اللي فيه؟ ايه الاجزاء الاساسيه اللي لابد انها تكون موجوده فيه؟ معايا يا جماعه؟ دي معناها تحديد المواصفات. تمام؟ في الاخر الفانكشن بتاعتي موجوده ولا مش موجوده؟ افرض انا بعمل مثلا برنامج لشؤون موظفين، والبرنامج ده ما فيش فيه الاساسيات اللي شؤون الموظفين، اللي هي مثلا تخزين اسم الموظف، دي ينفع ما ينفعش؟ اذا البرنامج لازم يكون فيه تحديد للمواصفات. طيب ديزاين اند امبلمنتيشن، التصميم والتنفيذ. ابدا بقى اصمم اشوف ايه الاجزاء الاساسيه او البرامج الاساسيه اللي انا هستخدمها في عمليه البرمجه، وابدا اصمم الشكل العام والهيكل العام لشاشات البرنامج، وابدا انفذ فعليا. والله لو انا هستعين بالداتابيز، ابدا احدد واعمل تصميم للداتابيز بتاعتي، جداولها شكلها عامله ازاي، ها العلاقات ما بين الجداول معايا. اذا في مرحله اسمها مرحله ايه؟ التصميم ثم التنفيذ. التنفيذ معناه انك تبدا اللي انت صممته تبدا تنفذه فعليا على الحاسب. معايا يا جماعه؟ جميل. يبقى اذا قلنا كم مرحله لغايه دلوقتي؟ سبيسيفيكيشن، ها ديزاين اند ايه؟ اند امبلمنتيشن. المرحله رقم 3 يا جماعه الفاليديشن، بعد ما خلاص ما تخلص البرنامج بتاعك وتعمل له ايه، تحديد مواصفات وتصميم وتنفيذ على الحاسب، لازم تختبره بقى، تفحصه، تشوف بقى هل فعلا هل هو قام بالايه، بالوظيفه الاساسيه بتاعته ولا لا. معايا؟ ثم بعد ذلك افرض لقيت في اخطاء او في بعض الايه الاجزاء او الفيتشرز اللي فيه او المعالم اللي فيه لسه ايه عايزه ايه، عايزه شويه تطوير، يبقى اخر مرحله بقى ليه ايه، الايفالويشن او التطوير. معايا يا جماعه؟ جميل. اذا ممكن نقول بقى ان السوفت وير بروسيس ديت يا جماعه هي عمليه ايه؟ لتوضيح اجراءات وايه والانشطه اللي بتتم على السوفت وير حتى ايه، حتى يظهر بمظهر كامل، بمظهر يؤدي الفانكشن بتاعته، وظيفته. جميل. تعالوا نشوف مع بعض بقى بنقول ايه. بنقول طب اذا لما نيجي نوصف بقى السوفت وير بروسيس او العمليات اللي بتتم على السوفت وير، بنوصف على نقول ايه، بنقول نوصفها نقول ايه، هي مجموعه الاجراءات اللي احنا اتفقنا عليها دلوقتي. معايا يا جماعه؟ ايه تتضمن ايه؟ تحديد مواصفات وديزاين وامبلمنتيشن واستخدام كمان انترفيس، واجهه، ها واجهه لليوزر، كل ده ليه؟ ها علشان تحقق هدف البرنامج. معايا يا جماعه؟ نقول كده مع بعض. When we describe and discuss process we usually talk، احنا عادة بنتكلم عن ايه بقى؟ activities، الانشطة in this process such as specifying a data model, designing user interface and the ordering of systems. جميل. طيب وبرضه ما تنساش وانت بتوصف العملية بتاعتك اللي احنا قلنا خطواتها من شوية، مهتمين في الآخر بمين يا جماعة؟ بالمنتج، بالبرودكت، مش كده؟ المنتج او البرودكت بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو البرنامج اللي انت بتطلعه، هل فعلا ادى مهمته؟ هل الفانكشن اللي انت محتاجه منه موجوده؟ الحته دي بنسميها الاوتكمز. يعني هل فعلا اخرج الايه المطلوب منه؟ جميل. وكمان مهتمين ايه لما بنيجي نوصف العمليه؟ بالرولز بقى، بالايه، بالايه، دور كل فرد في ايه؟
في بناء السوفت وير. كل فرد بيبني السوفت وير له دور معين، له ايه مسؤوليه معينه، مش كده؟ بنهتم اثناء التوصيف بالجزئين دول، هل فعلا البرودكت بتاعنا اللي هو السوفت وير قدم مهمته؟ تاني حاجه، ها، هل كل واحد ادى الدور اللي عليه اثناء تنفيذ العمليه ديت ولا لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.